إذن من جديد تتبدى الخلافات على ضفتي الأطلسي بين الولايات المتحدة وأوروبا، وهذه المرة عبر بوابة مؤتمر ميونخ الأمني في نسخته 56. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعروف بانتقاداته الحادة تجاه واشنطن جدد تشاؤمه حيال مستقبل حلف شمال الأطلسي، وهذه المرة انضم إليه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي اعتبر شعار أمريكا أولا الذي ترفعه إدارة ترامب سببا في زعزعة الاستقرار العالمي. هذه الخلافات ليست جديدة بين طرفي الأطلسي، غير أنها لم تظهر سابقا بهذا القدر من الوضوح، وربما جاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للرد على القادة الأوروبيين في هذا السياق حينما اعتبر هذه التصريحات بعيدة عن الواقع، غير أن العديد من المراقبين يطرحون تساؤلات عدة بشأن مستقبل النظام العالمي الذي مر عليه 30 عاما عقب انتهاء الحرب الباردة، وما إذا كان هذا النظام قد حان أوان تجديده، وربما كانت هذه الزاوية الخفية في منتدى ميونخ الأمني. عمار المجالي يستعرض لنا المزيد حول المحاور التي ناقشها المنتدى في نسخته الجديدة. إذن لم يظهر هذا القدر من الخلاف عبر ضفتي الأطلس بين دول أوروبية رائدة في الاتحاد الأوروبي، أذكرنا تحديدا الفرنسيين وكذلك الألمان هذه المرة يدخلون على خط الخلافات، حيث أن اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الغرب أصبح ضعيفا الرجاء مباشرة من قبل وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، مذكرا بالدور الهام الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في إرساء الأمن في مناطق أوروبا وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية. نعم طارق، يعني قبل قليل اختتمت أعمال هذا المؤتمر، بداية هذا المؤتمر وجلساته كان هناك حديث لبعض الوزراء الخارجية منهم مايك بومبيو، وكان هناك اتهامات أيضا ما بين أمريكا والصين، اجتماع أيضا لوزراء الخارجية اليوم، اختتمت أعمال هذا المؤتمر بشأن الأزمة الليبية وإيجاد حل لها وتطبيق مؤتمر برلين على الأرض. نستعرض هذا المؤتمر أهدافه وأبرز القضايا التي نوقشت. عقد مؤتمر ميونخ للأمن للمرة الأولى عام 1963 تحت اسم اللقاء الدولي لعلوم الدفاع، غير أن المؤتمر غير اسمه لاحقا إلى المؤتمر الدولي لعلوم الدفاع، ثم أصبح يسمى الآن مؤتمر ميونخ للأمن. تناول المؤتمر في دورته 56 تغير موازين القوى في العالم وخفض التوترات بمنطقة الشرق الأوسط ونووي إيران وصفقة القرن والعديد من الملفات، أيضا بينها الأزمة الليبية وقضية التسلح النووي. تركزت نقاشات المؤتمر حول التحديات السياسية والأمنية الدولية المستقبلية، بينها التصعيد في سوريا وليبيا، بالإضافة إلى الانقسام الداخلي داخل حلف الأطلسي، وذلك بعد أن حمل موضوع المؤتمر لهذا العام وفق معدي تقرير ميونخ 2020 للأمن انعدام التوجه لدى الغرب، بعد أن باتت البلدان الغربية غير واثقة من قيمها وتوجهها الاستراتيجي، مع الإشارة إلى أن التقرير خصص فصلا للتطورات الكارثية في مجال السياسة المناخية ورفض بعض الحكومات لتبعاتها. مؤتمر الأمن في ميونخ فجر هذه المرة خلافات عميقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومستقبل العلاقة بين الحليفين التقليديين بسبب سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب التي رأى فيها الأوروبيون مساسا بمصالحهم. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دخل في سجال مع قادة أوروبا بشأن مسألة تراجع نفوذ واشنطن، واصفا تصريحاتهم بشأن انكفاء بلاده عن الساحة الدولية بالمبالغ فيها إلى حد كبير. مايك بومبيو ذهب أيضا في حديثه إلى نقد بعض الدول كالصين، قائلا إن سياسة الصين تسعى إلى تكوين إمبراطورية. هنا جاء الرد من وزير الخارجية الصيني حيث رفض ما ورد على لسان بومبيو قائلا إن كل هذه الاتهامات الأمريكية ضد الصين أكاذيب لا تستند إلى حقائق. يعني وصفت جلسات هذا المؤتمر، في البداية كان هناك تناغم كبير، لكن ختام هذا المؤتمر يتحدث عن خلافات، اتهامات ما بين أمريكا والصين، أيضا اتهامات إلى روسيا، اتهام من روسيا إلى تركيا بالتدخل في الشأن الليبي، يعني اتهامات لم يطفو على السطح أي توافق
الاتجاه. إذن المنتدى يبحث في الأزمات المشتعلة حول العالم إلى منتدى يكرس ويظهر الخلافات، وخاصة عبر ضفتي الأطلسي، تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. أشكرك على كل هذه المعلومات والإيضاحات. أتوجه إلى أورلاندو في فلوريدا وأرحب برئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسطي الأستاذ توم حرب، ومن مدينة بون في ألمانيا رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات الأستاذ جاسم محمد. أهلا بكم أستاذ جاسم. سأبدأ معك. على ماذا بنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القناعة بأن الغرب أصبح ضعيفا؟ اعتقاد ماكرون جاء نتيجة انعدام الوجود الأوروبي خاصة في مناطق الصراع الدولية، أبرزها سوريا وليبيا ومناطق أخرى، وحتى في موضوع أزمة المياه الإقليمية في منطقة الخليج. يعني كان دور أوروبا ضعيف جدا، ولذلك كانت افتتاحية المؤتمر على لسان الرئيس المؤتمر جاء بأن هنالك ضعف في دور أوروبا، وكذلك ضعف تحديدا دور ألمانيا في الجانب العسكري، وقال بأن الموقف الدبلوماسي الأوروبي ضعيف بسبب عدم وجود عسكري إلى ألمانيا تحديدا، وكذلك إلى بقية دول أوروبا. فإذا الضعف داخل أوروبا، ضعف الوجود الأوروبي السياسي والعسكري جاء يعني ولد هذا الاعتقاد أو الفكرة عند ماكرون الرئيس الفرنسي. طيب أستاذ حرب، يعني أبرز هذا المنتدى الذي تعتبره جامعة بنسلفانيا الأمريكية من أبرز المؤتمرات في العالم، وأظهر وكرس الاختلاف وتباين وجهات النظر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الحليفة في الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا تحديدا، ما وجه من انتقادات برأيك بعيد عن أرض الواقع، أم أن السياسة التي انتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر شعار أمريكا أولا كرست هذا التباين والخلاف، رغم أن هناك حقائق تاريخية لطالما جمعت بين ضفتي الأطلسي؟ أولا مساء الخير لك ولضيوفك وللمشاهدين أستاذ طارق. أما بالنسبة للسؤال، أنا أتصور بأن بالفعل ليس هنالك خلافات عميقة بين الحلفاء في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، ولكن الخلافات الأساسية كانت في السابق أكثر ما هي اليوم. يعني نحن حتى وقت ناتو الحلف الأطلسي يعني بال66 كان هنالك خلاف هائل بين الرئيس الفرنسي في ذلك الوقت والرئيس الأمريكي، مما اضطر للفرنسيين بسحب جنودهم من الحلف الأطلسي على فترة أكثر من 40 سنة. ولكن اليوم بدون شك الولايات المتحدة تعتبر بأنها هي المدافع الأول عن حقوق الإنسان الدولية، وتذهب إلى مكان إلى أي مكان يطلب منها، وخاصة الاتحاد الأوروبي لم يشارك بالدفعات الملزمة عليه. ولكن أنا أتصور بأن وزير الخارجية مايك بومبيو لمدة 15 دقيقة سرد الوقائع لهذه الإدارة بالذات وللإدارات السابقة، ولكن هو باستطاعته أن يتكلم بصراحة عن هذه الإدارة، ماذا فعلت في أوروبا ودعمها في شرق أوروبا، البلدان مثل أوكرانيا وغيرها بالوقوف ضد روسيا، اليوم ما حصل في الشرق الأوسط. ولكن إذا الرئيس ماكرون الرئيس الفرنسي حاول أن يندد بالوضع في سوريا والخلافات بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الحدود مع تركيا، أن نطلب من الرئيس الفرنسي أن يذهب إلى مجلس الأمن. لكن الرئيس الألماني أيضا فرانك شتاين ماير وجه هذه الانتقادات، اعتبر أن السياسة التي تمارسها الإدارة الحالية الأمريكية تحت شعار أمريكا أولا تساهم في زعزعة الاستقرار العالمي. أنا لا أتصور هنالك زعزعة وهنالك مسؤولية عليهم، وإذا يحاولون أن يضعوا حداً
للفوضى على الحدود التركية السورية على سبيل المثال، فليذهبوا إلى مجلس الأمن ويتفقوا جميعا بإرسال قوات دولية وأما قوات حلف الأطلسي لذلك المنطقة، ولكن أن يتجاهروا بالكلام بدون الأفعال، هذا الموقف الذي يرفضه الشارع الأمريكي وهذه الإدارة، إدارة الرئيس ترامب. أما بما يختص، تكلموا في ذلك الوقت عن ليبيا كذلك الأمر، نعرف اليوم بأن داعش كانت منتشرة في كل أنحاء ليبيا وبما فيها بنغازي كان المقر الرئيسي لها. أتى الجنرال حفتر وأخذ كل هذه المناطق وشمال ليبيا باستثناء اليوم العاصمة طرابلس ومصراتة، ونعرف بأن رئيس الوزراء السراج هو اليوم مسؤول عن أمن طرابلس الغرب ومصراتة، وهو يحتوي مجموعات من المنظمات من منظمات داعش، واليوم يدعو تركيا للتدخل هنالك. أين الأوروبيين اليوم؟ ما يذهبوا إلى مجلس الأمن ويضعوا حدا لتصرفات تركيا حتى في ليبيا، وإنما يبالغ بالحديث بدون الأفعال، هذا الذي يرفضه الشارع الأمريكي. طيب أستاذ محمد جاسم، يعني يعترض الرئيس الفرنسي على الانكفاء الأوروبي، عدم الخراط في حلول الأزمات في المنطقة في الشرق الأوسط، ثم يذهبون إلى لوم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تبنت شعارا ساهم من وجهة نظر الرئيس الألماني بزعزعة الاستقرار العالمي. يعني أوروبا إذا كانت أوروبا فيما بينها من دول حتى الآن لم تتفق على عناوين بارزة، فكيف توجه اللوم والانتقاد للولايات المتحدة الأمريكية؟ هل يجب أن تمارس الولايات المتحدة على الدوام دورة شرطي العالم؟ الانقسام داخل دول أوروبا هو واضح، خاصة ما بين الشرق والغرب. الانفاق العسكري أيضا داخل دول أوروبا وكذلك بين ضفتي الأطلسي هي أيضا أحد نقاط الخلاف. فعلى سبيل المثال الانفاق العسكري في ألمانيا 1.2 بالعشرة، يجب أن يصل إلى 2.5 بالعشرة، ويفترض أن يصل إلى 2% خلال عام 2025. الانفاق العسكري داخل دول أوروبا وخاصة ألمانيا هو ضعيف جدا مقارنة بالناتج أو الدخل القومي. فإذا أدركت دول أوروبا الآن بأنها هي في المقعد الأخير في السياسة الدولية، وأنه لا يوجد حتى الآن الدور فاعل إلى دول أوروبا، ونلاحظ أنه من خلال الأزمات، الملف النووي الإيراني، ملف القوى البحرية في منطقة الخليج، سوريا، وكذلك ليبيا، وجدت أوروبا بصراحة بأنها هي متأخرة جدا أمام خطر، وهو تمدد القوى التركية أو السياسة التركية، أصبحت تتجاوز كل الحدود والأعراف الدبلوماسية والسياسية، وكذلك النفوذ الروسي. فإذا تتحمل أوروبا بصراحة هذه المسؤولية، واجد انه برغم، لكن رغم هذا انه يجدر بالولايات المتحدة ايضا ويجدر بالناتو ايضا لا تتخلى عن امن اوروبا. لذلك اصبحت مقولة مشهورة عند دول الاوروبيين انه يجب ان لا يعتمدوا من الان على الولايات المتحدة في حماية امن اوروبا، ويجب ان تنهض اوروبا. ولذلك هنالك مشروع بالرغم انه هو ضمن الطموحات ممكن تصنيفها هي القوه الاوروبيه المشتركه او قوه اوروبيه الدفاع المشتركه، هذه جميعها هي مشاريع في سبيل النهوض في اوروبا، وهذا يحتاج الى اكثر من 10 سنوات حتى تنهض اوروبا. لذلك هي ما زالت بصراحه تحتاج الى المظله الأمريكية وكذلك إلى حماية الناتو. طب أستاذ محارب، يعني كيف لأوروبا أو لبعض الدول الرئيسية أن تتشكك وأن تخشى على أمنها وتراجع الاهتمام الأمريكي بها؟ يعني تابعنا منذ أن استهل الرئيس الأمريكي يعني رئاسته، كان يطالب الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية بدفع ثمن الحماية الأمريكية لها، لطالما شجع على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وربما رأى البعض في الاتحاد بأنه يريد أن يتعامل مع المجموعة بشكل منفرد، كل دولة على حدة، لم يتوقف عن فتح نار على أوروبا، كذلك استهدافها اقتصاديا بفرض تعريفات جمركية. ألا تعتقد أن من حق هذه الدول التي ترس أسيل الانتقادات الأمريكية أن تراجع طبيعة ودور العلاقة التي كانت توصف بأنها استراتيجية ما بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية؟
طبعا العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي وخاصة الحلف الأطلسي ستبقى عميقة ومتينة، لأن عند الحزة وعند المشاكل الأساسية الأوروبيين سيأتون إلى الولايات المتحدة، والشعب الأمريكي لن يتخلى عن أوروبا لمساعدة الأوروبيين، ولكن الشعب الأمريكي يكره الأنظمة البيروقراطية. يعني الأوروبيين اليوم طبعا بعدما توسع الاتحاد الأوروبي لو أصبح أكثر من 27 دولة عليهم مسؤوليات تجاه هؤلاء الدول التي أضيفت إلى الاتحاد الأوروبي بعد إحلال الاتحاد السوفيتي، فعليهم مسؤولية تجاه الحماية الأمريكية إذا كان هنالك من تحالفات، وعلى عليهم بالميزانية ميزانيات بلادهم بأن لا يقوموا بقضايا اجتماعية وينسوا الدفاع. لماذا الشعب الأمريكي مسؤول عن حماية أوروبا بالدم وبالأموال؟ فهذا أنه الشعب الأمريكي يرفضه، وأتى الرئيس الأمريكي من هذا المنظار. لكن لا يدخل ذلك أستاذ توم ضمن الاستراتيجية الأمريكية المتبعة منذ الحرب الباردة لاحتواء أو ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي، اليوم روسيا يتعاظم دورها في المنطقة، وكذلك تتمدد أوروبيا. يعني ما وقع في شبه جزيرة القرم لم تستطع الولايات المتحدة أن تفعل بشأنه شيئا، وكذلك في شرق أوكرانيا. صحيح، وهذا ما حصل بمنطقة الكرم كان في عهد الرئيس السابق، العالم الذي احتواه وأحبه وفضله الرئيس أوباما واعتبره هو الإنسان المنفتح على العالم، وسقطت الكرم، منطقة الكرم ومناطق في أوكرانيا على عهده، ولم يستطع لا هو ولا الأوروبيين أن يفعلوا أي شيء، وحتى لم يعطوا سلاحا فتاكا إلى أوكرانيا عندما طلب من ذلك الإدارة، إدارة الرئيس أوباما، ولكن الرئيس ترامب كان أكثر جديا وأعطاهم السلاح الفتاك ولم يتحيخل أي شيء جديد. ولكن بالواقع اليوم هو الرئيس ترامب رأى المشكلة اليوم في الشرق الأوسط هي إيران، وحاول الانسحاب وانسحب من الاتفاق النووي، ولكن الأوروبيين اليوم لم يزالوا ضمن هذا الاتفاق النووي. وهنا مشكلة الرئيس الأمريكي، أنه يسلط الأضواء هو وحلفائه في العالم العربي ضد من هو صاحب المشكلة الأساسية في الشرق الأوسط ويزعزع أمن المنطقة، ولكن الأوروبيين اليوم لمصالح شخصية وتجارية مع إيران يحاولون البقاء على هذا الاتفاق. فالشعب الأمريكي طبعا دفع مع الرئيس الأمريكي للانسحاب من هذا الاتفاق، واليوم يلومون الأوروبيين. يعني أنا أتصور بأن إذا الأوروبيين التزموا بالانسحاب من الاتفاق النووي ربما يتغير النظام في إيران، والشعب العربي يصير إلى مجال أفضل دون التوترات التي نشهدها في العالم العربي. طب أستاذ محمد جاسم، هل تستطيع، يعني يبدو أن هناك شكل من أشكال المراجعة، يعني تتصدرها فرنسا، ألمانيا تتفق معها نوعا ما بأن يكون للاتحاد الأوروبي سياسة مستقلة منفردة عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني حتى الآن لا يبدو أن الاتحاد الأوروبي قادر على فرض نفسه كمحاور قوي أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وكما ذكرت لا يستطيع التخلي عن مظلة الحماية التي توفرها الولايات المتحدة. هناك جهود داخل دول أوروبا تقودها كل من ألمانيا وكذلك فرنسا، المحور الفرنسي في سبيل قيادة دول أوروبا يعني في السياسات الدولية، وكذلك كانت هنالك أصوات داخل مؤتمر ميونخ بأنه يجب أن يكون صوت موحد إلى أوروبا، ويجب أن هذا صعب جدا أن يتم تحقيقه، أن يكون هنالك إجماع أوروبي بين 27 دولة لأن تكون مجتمعة في سياسة. لذلك لا توجد سياسة موحدة، وحتى ما تصدر أو تصدره المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي في الغالب هو غير مرزق. فإذا الانقسام الأوروبي هو موجود، وهنالك أصوات أيضا أدركت بأن الحليف الأمريكي للأسف نقلا عن لسان الرئيس الألباني قبل أشهر بأن الحليف الأمريكي أصبح خصم، وهذا يعني بأن هنالك توجه من قبل ألبانيا وكذلك فرنسا بالتقارب مع موسكو أكثر، ولذلك كانت نقاط الخلاف حول نورد ستريم، حول الغاز أيضا،
الخلافات حول الملف النووي، الخلافات حول القوة البحرية في الخليج، هذه إضافة إلى أنه السجال والجدل التجاري ما بين العقوبات التي فرضها ترامب على ألمانيا وكذلك على دول أوروبا، هذه مجتمعة جعلت الاتحاد الأوروبي يشعر بأن الحليف أصبح أو تحول إلى خصم، ولذلك هناك محاولة للنهوض في دول أوروبا عسكريا وربما سياسيا أيضا. أنا أشكرك من بون في ألمانيا رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات الأستاذ جاسم محمد، من أورلاندو في فلوريدا أشكر الأستاذ توم حرب رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسطي، شكرا جزيلا لكما.